باختصار نلخص باختصار كده شديد اللي صار امس او اللقاء الماضي. احنا اتكلمنا على متطلبات الدوره، يعني عشان تحضر معانا محتاج ايه عشان تقدر تستفيد اكتر استفاده ممكنه يعني، والبرامج اللي مطلوبه تبقى تكون موجوده على الجهاز. واستعرضنا بشكل سريع برضو نظم معاهد جغرافية وإيه هي وتستخدم في إيه وكده، وشفنا مع بعض بداية كده إيه الداتا، أنواع الداتا اللي ممكن نستخدمها في نظم المعلومات الجغرافية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بنفس الفايلز اللي إحنا داولناها المرة الماضية. خلينا نبدأ برضو من الأوركاد. مش عارف، طبعا إحنا عملنا المرة الماضية كان عندنا الفايل ده، وده موجود تقريبا عندنا كلنا اللي هو فايل الاوتوكاد. تخطيط دكتور انا اللي هي اي اتفضل. الشاشة بس حضرتك بس اه اعمل انا شاشة. اسف انا اسف. اه شكرا ايوه دكتور. ايوه شكرا ظهر دكتور. كده؟ انا شكرا. اه تمام يا دكتور. طيب المرة الماضية احنا كان عندنا الفايل ده، او الفايل ده موجود تبادلناه المرة الماضية على من خلال البرنامج. انا هضيف لير جديدة واعمل ده تاني عشان الزملاء اللي هم مش متابعين قوي معانا المرة الماضية. خليني اقول انا قلنا بنعمل الامر اسمه بوردر اوت لاين، بي او اختصار بتاعه بي او، واختار بيك بوينت. بس الاول معلش بحتاج ان انا اطفي اللير بتاعت التكست عشان وابتدي الامر اسمه بي فور بوك او، وامر على القطع اللي انا كده لو انا ضغطت كويس. شفتني معلش المسج بتقول ايه بقى؟ آسف احنا لازم نقف على اللير تبقى الاكتف اللي هي اللير الصفراء. معلش نعمل بي او بي فور بوك او، واحول ال انا ليه بعمل لير صفراء ولير زرقاء وبميزهم من بعض؟ لانه لو انا تصادف ان انا حطيت اتنين مضلع فوق بعض، يعني كررت المضلع مرتين، فهيروح للداتابيز على انه سطرين في الايه في قاعده البيانات، على انه عنصرين وهم ويبقوا اوفرلاب. يعني ممكن اعمل، يعني شفت في بعض الحالات يعني الناس عامله مثلا خمسه سته بوليجونز فوق بعض، فيطلع عدد المبادئ مثلا بدل ما هم 30 مبنى يطلعوا مثلا 100 مبنى ولا حاجة. وبالتالي كل الإحصاءات والتحليلات بتطلع مغلوطة يعني. وفي إجراءات في الجي اي اس تقدر من خلالها إن أنت إيه تعمل حاجة اسمها توبولوجي، تقوم تقدر تطلع الإيه البوليجونز اللي هم اوفرلاب. يعني شوف كده أنا ابتديت إيه، صار اللي انا كونته اتعمل لونه اصفر، فبقى باين عندي قوي الايه اللي اتعمل من اللي ما اتعملش. هكمل الباقي. توفر عليا خطوه يعني، لو انا متاكد من دقه المضلعات دقه عددهم، فتقوم توفر عليا ايه عمليه خطوه واكتر. طبعا أنا كده إيه تقريبا لو شفت على الإنتهاء، أتمنى إن إحنا نكون عملنا الخطوة دي من خلال الفيديو بتاع اللقاء الماضي، أو بنعملها
مع بعض. تمام، دي كده اللير اللي هي عليها المضلعات المغلقة. يعني لما انا اعمل كده، اعمل ليست كده لاي عنصر من العناصر دي، لازم يقول لي ايه انه ده كلوزد. لو هو كلوزد الجي اس هيعرفه على طول، على انه ايه، على انه في بسميها فيتشر او عنصر مرسوم، يعني او عنصر له بيانات. هطفي اللاير التركواز وشغل بنفسجي واعمل ايه، دبليو بلوك، عشان ايه اتخلص من اللايرز والعناصر اللي انا ايه مش عايزها. او مش مشكله، انا يعني ايه اخليهم كده زي ما هم، بس اتاكد ان انا وانا بحفظ تمام. لو عندي خريطه كبيره وانا واخد جزء منها، طبعا بعمل ايه دبليو بلوك او رايت بلوك، عشان اصدر الجزء فقط اللي انا ايه اللي انا محتاجه. لو خريطه صغيره كده زي ما احنا عندنا، هنعمل كده اي نسخه اوتوكاد قديمه، انا مثلا هختار 2000 اهي، وهسيفها بنفس الاسم. وانا مراعيت ان انا ما حركتش اي عنصر من العناصر، ما عملتلوش سكيل ولا روتيت ولا اي، غيرت مكانه تمام. وانا عارف ان الخريطه الاصليه اللي هي التركواز دي هي خريطه ايه، خريطه اللي هي الخطوط بتاعتها مرسومه كده، هي خريطه ايه، هفترض يعني، او انا عارف انها خريطه ايه كوردينيتد، يعني لا احداثيات. لما اعمل كده اقول له ليست للخط ده مثلا، هلاقي ان هو بيديني الاكس اللي هو 51800 900 ولا 519428 الاكس، والزد 23700. لما اروح على جوجل ايرث، المفروض ان هو يعني، لو انا كده في جوجل ايرث تقريبا احنا جبنا المبنى ده تمام، و هلاقي هنا الاحداثيات. بس هنا طبعا الاحداثيات موجوده بالايه، بال بوصه انش، الاحداثيات الطوليه والعرضيه، انما بقدر احولها يعني. لما هنلاقي انه في تطابق، لو حولناها زي ما هنشوف بعد شويه، هنلاقي انه في تطابق بين الكورنر ده تمام والكورنر اللي هنا. يعني لما انا امسك النقطه دي، هلاقي ان النقطه دي الاحداثي بتاعها، ها النقطه دي الاحداثي بتاعها متطابق مع الايه الاحداثي اللي هناك، مع فارق بس النظام الاحداثيات هنا بالكسور العشريه، وهناك بالبوصه والانش والايه بالقدم والانش والياردة، القدم اللي هي الوحدات الامريكيه في القياسات يعني تمام. طيب انا سيفت ده خلاص، مش هسيبه تاني، وهروح على الارك ماب تمام. هقول له اد، اضيف الايه الملف الاوتوكاد اللي انا ايه اللي انا عملته بالاصفر دلوقتي، هو واحد. انا ضفت الملف كله، بيقول لي تحذير كده انه الايه نظام الافراد بتاع الملف ده مش معروف يعني. هقول له اوكي، ادي ظهرت الايه اللير الصفراء تمام اللي انا ايه عملتها، والتكست البنفسجي. طبعا انا من هنا اقدر اغير الوانها وكده، بس انا هشوف هوريك دلوقتي ايه انا هبدا الموضوع ازاي. انا كده بقى عندي ارتباط بالملف الاوتوكاد اوريدي، شايفه اهو وجايبه في الايه في الخريطه اللي قدام مني. خلينا نغمق شويه. هو البوليجونز لو غيرنا دي كده تبقى ايه اوضح شويه، عشان ايه اقدر انا اعرف اشوف الرسم بتاعي. انا ممكن اصدر اللاير دي بس، او التيبل ده بس اصدره للجي اس في فايلز. في نوعين من الـ من الـ من الـ من الرسومات يعني، او المباني العناصر الايه اللي احنا سميناها امبارح العناصر المكانيه، اللي ليها ايه
احداثيات وحدود وكده، او ان انا اصدرها او اوجدها على طول في ايه، في قاعده بيانات. فانا هروح اعمل قاعده بيانات اخزن فيها ايه المعلومات بتاعتي. فهشوف ان انا اعمل قاعده بيانات منين. بعمل قاعده بيانات من برنامج اللي هو الارك كاتالوج. حلو، ده الارك كاتالوج. بروح على الفولدر اللي انا عايزه، نفترض مثلا ان انا الفولدر ده في قاعده بيانات هنا اوريدي موجوده، انا هعمل واحده جديده هنسميها ايه، هقول له كده رايت كليك واقول له ايه نيو، واقول له ايه بيرسونال جيو داتابيز. تمام، كون لي قاعده البيانات فايل داتابيز امتداده ام دي بي. تمام، ومسمى ما انا ما غيرتش اسمه، انا ممكن اغير اسمه دلوقتي حتى رينيم واسميه ايه اي حاجه، سميه جانيوري 25. اي اسم. تمام، طيب جوه قاعده البيانات دي اقدر احط اي عناصر انا عايزها. لو انا جبت البروبرتيز بتاعت قاعده البيانات هلاقي ايه حاجات بسيطه كده، ان هو ايه الفيلد تايب بتاع الدومين، المين دومين يعني، ان هو في ارقام وفي كده، والرينج بتاعها من كذا كذا. طبعا هي قاعده بيانات فاضيه لسه، كل ما انا غذيها الايه، وده المسار بتاع قاعده البيانات في مكانها يعني. لو انا رحت على الفولدر ده هلاقي ان انا ايه في الكورس فايل ده احنا سمينا ايه ادي الكورس فايلز، احنا سميناها جانيوري 25. اتكون ملفين، ملف اللي هو الداتا بيز نفسها اللي هو 300 كيلو ده، كل ما اضيف عليه طبعا حجمه بيكبر يعني، والملف الثاني ده اللي هو بيسموه ايه اللوك بتاعها، يعني انها لو فك لو اتفتحت اشتغل عليها من ملف ما ينفعش اشتغل عليها اعمل لها اديتنج من ايه من ملف. يعني قاعده البيانات بيحصل لها ايه فيرجن، بتبقى لوكد على برنامج معين، يعني التعديل بيتم من خلال ايه، من خلال واحد برنامج فقط. طيب انا ممكن مبدئيا كده اصدر دي على قاعده البيانات اللي انا عملتها. ممكن اعمل حاجه ثانيه كمان، امتد خطوه جوه قاعده البيانات دي، بنحط حاجه اسمها فيتشر داتا سيت. يعني ايه فيتشر داتا سيت؟ الانواع العناصر اللي ممكن ارسمه، احنا قلنا امس ان ممكن تبقى نقطه او خط او بوليجون او مضلع. كل واحد من دول له ايه، له نوع يعني بنسميه احنا ايه داتا سيت، او مجموعه من العناصر ذات الايه ذات نفس النوع. فانا ممكن اجي هنا في قلب دي واقول له ايه، انا عايز اعمل ايه نيو. تمام، فيتشر داتا سيت. بس الرسمه دي كلها ها بنسميها فيتشر كلاس، بنسميها فيتشر كلاس. الداتا سيت اللي هو بقى ممكن يبقى دي والمنطقه اللي جنبها والمنطقه اللي جنبها، فنحطهم كلهم جوه الايه جوه الداتا سيت عشان ياخدوا نفس الايه نفس ال هنسميها ايه جدة مثلا 1. ده زي كده ايه وعاء فاضي يعني. الوعاء ده بيقول لي ايه بقى، اختار له ها اختار له النظام الاحداثي بتاع النظام اللي هي المعادله اللي هيستخدمها عشان نفرد ال ال السطح الكروي بتاع الارض في ايه في سطح افقي ورقي يعني. هنا دي افريكا، انتاركتيكا، اسيا، كل طبعا احنا زي ما اتكلمنا امس قلنا انه ايه ان في عندنا انواع كثيره جدا من الايه، يعني مثلا هنا في ادي ايه ثلاثه دول بتوع ايجيبت، ده بتاع خليج السويس، ده دول شمال ايجيبت وجنوب ايجيبت. اعتقد الدوحه موجوده هنا، لا الدوحه في اسيا بقى، احنا في دي افريكا. تمام، لو رحنا على اسيا هنلاقي ايه عدن، هنلاقي عين العبد دي اللي هي بتاعت موجوده في مدينه مكه، دي اللي تستعملها هنا دوله المملكه العربيه السعوديه. وفي
وفي حاجه بقى انترناشونال، يعني لو نزلنا تحت قطر اهي، اعتقد كيو ار، ايوه ادي قطر اهي، في اتنين في قطر تمام، و هتلاقي الكويت، وهتلاقي يعني لو بصيت عليهم هتلاقي مجموعه كبيره جدا. احنا بنستخدم ان هو حاجه، في حاجه اسمها دي الورلد بقى، يعني دي ايه سيستم تاني مقسم الكره الارضيه بايه، بزونز حسب خطوط الطول والعرض. احنا عاده بنستخدم ال دبليو جي 1984 كويس. كمان ممكن انا اجيب لما اختارها هنا بيبان لي التفاصيل بتاعتها بقى، الحدود بتاعتها اسمه ايه ده، الاقصى اكس واقصى واي والدقه والنقطه المتوسطه بتاعتها والارتفاع بتاعها عن سطح البحر والكلام ده. هنا هو بيسالني على الزد تمام، فانا ممكن برضو ايه اختار نفس الايه دبليو جي ايه 1984، ودي المينيمم والماكسيمم بتوع الزد تمام. لو انا عندي توبوجرافي احيانا في بعض المناطق الجبال بتوصل مثلا 2000 متر فوق سطح البحر ولا حاجه، فانت محتاج ان انت ايه لو هتشتغل 3 دي وكده محتاج ان انت النقاط بتاعتك تبقى يعني عندنا مكه مثلا الله يعمرها، احنا بنتكلم الكعبه منسوبها 309 فوق سطح البحر، 300 متر و9، وقيس على كده بقى يعني في يعني مكه في الكعبه في وادي يحدها سبع جبال حوالين منها، في عندك جبل عمر، جبل الخدمه، جبل الكعبه، فالجبال دي ايه تعلو عن جبل ثور مثلا حوالي 1200 متر فوق سطح البحر. فيعني ده بيدينا الحد اللي ايه الاقصى. لو انا بدور ولا بصمم حاجه فوق جبل ثور، فمعناته ان انا عايز ايه يبقى الابر ليميت بتاعي يبقى اعلى يعني. وانا كمان سهل ان انا اخد العناصر دي من اي قاعده بيانات ثانيه، يعني مثلا انا هنا دي قاعده بيانات ثانيه هنا مثلا، هي دي مثلا ممكن اخد انا الايه دي نفسها اعملها كده احركها كده احطها هنا، فيسالني بقى يقول لي انت عايز تعمل داتا ترانسفير تحولها تنقلها من هنا لهنا، هقول له اه مثلا هي الداتا فيتشر ده سيت بتفاصيلها كامله بنظام الاحداثي بتاعها، او ان انا ممكن ان انا ايه نفس دي اقول له ايه انا عايز اعمل امبورت، ها لا مش انا هعمل امبورت، ممكن انا اخش عليها اغير النظام الاحداثي بتاعها اقول له ايه امبورت الكوردينيت سيستم بتاع الايه بتاع الفيتشر داتا سيت دي، ده السيت دي فاضيه ما فيهاش حاجه خالص دلوقتي تمام. انا هاخد البوليجون ده او من ملف الاوتوكاد اللي عملته احط داخل الايه الداتا سيت دي، هروح ضغط رايت كليك كده واقول له داتا هنا، اضغط ماوس يمين تمام على اللير اللي انا عايزها او التيبل اللي انا عايزه واقول له ايه اكسبورت داتا، واجي هنا هو طبعا هي هيصدرها لي، بيقترح انها تبقى ايه في فايل، شوف كده الامتداد بتاعه داتا تيبل مش عارف ايه حاجه ايه، هيحطها في ايه في فولدر كده يعني من مش جوه الداتا بيز، فانا هقول له لا انا عايز تبقى ايه في داتا بيز، هروح انا باعت لك انا داتا بيز فاضيه وفيها داتا سيت اوريدي موجوده فممكن تستخدمها لو انت يعني ايه مش قادر تتابعني. انا هروح على جنيوري ديت على الجده واقول له ايه دي هنا واسميها ايه اي اكس 1 او اكسرسايز 1 او الجزء الاولاني من التمرين، اقول له اوكي. warning source some records may not have been exported correctly. طيب هو بيقول لي احنا حصل warning، خلينا نشوف تاني. ده دي البوليجونز هقول كده، او ان انا يعني ممكن في سكتين ان انا ممكن اعمل اكسبورت داتا تمام من هنا، او ان انا حتى من هنا اقول له ايه جوه هو جاب جوه ده جنوري 25 دي هقول له ايه امبورت تمام فيتشر كلاس
سنجل او ملتيبل. شوف احنا عند دلوقتي ايه، احنا عايزين سنجل اللي هو الفايل واحد، واروح رايح على الايه، على الاوتوكاد اللي هو ده، اسف الاوتوكاد اللي هو ده، ده الاوتوكاد، اشغله كده واقول له عايز، انا عايز الايه البوليجونز، واسميه الاوتبوت فيتشر كلاس اسميه ايه بيلدينج او اكس اي 1 قلنا صح، اي اكس 1 دي اللايرز اللي هي دي اللي اسف التيبل بتاعته. اوكي بسم الله. المفروض لما يخلص تمام يطلع لي علامه خضراء كده اهوت، علامه صح ان هو انتهى، ويسالني انت عايز تضيف اللاير دي. ايوه تمام كده هو خلص، جاب كل العناصر تمام. المفروض انه يسالني انه لو انا عايز اضيف العناصر ديت، لو انا بعمل اكسبورت من الخريطه نفسها. دلوقتي انا هروح على الداتا بيز اللي انا عملتها اللي هي جنوري 25 ديت جوه جده 1. خلص ايه؟ خلينا نشوف تاني معلش. جنوري جده 1 نعمل تاني معلش. import feature class تمام. هنا هقول له ايه؟ هقول له البوليجون الملف اسمه اوتوكاد بوليجون تمام، وهقول له اوكي. فيتشر كلاس جيو داتا بيز تو جيو داتا بيز اوكي. هنا عمل له بص بقى هنا هو عمل له عمل داتا بيز خارجيه، مش عمل داتا بيز، احنا عايزين ندخل جوه الداتا بيز مش عايزين نعمل داتا بيز خارجيه. طيب خلينا نقول نرجع تاني معلش سامحوني. انا جوه ديت هقول له امبورت سنجل البوليجون من نفس الايه بيلدينج اكزامبل 1 مظبوط كده تمام. وهنا الاوتبوت لوكيشن، الاوتبوت بقى هنا انا ما اخترتش دي، اقول له كده مثلا سوري اختارها واقول له اد، والفيتشر كلاس اسميه اي اكس 1 معلش وخلاص، مش هغير حاجه في اللي عندي بقى خلاص، واقول له اوكي. ممكن في بعض التفاصيل بقى يعني لو انت عندك عايز تغير حاجه في طريقه التحويل وكده، احنا مش هنغير يعني، عاده احنا بناخد الموست كومن اللي هو البرنامج حاطه. بسم الله. هو المفروض في الركن التحتاني ده يقول لي هو عملها ولا ايوه عمل الايه داتا فيتشر كلاس وفيتشر داتا سيت جهزها. طيب لو انا رحت وما جبهاش برضه خلينا نجيبها من بره طيب وندخلها تاني. هو حطها خليني عشان هعمل ريموف ديت وهعمل سامحوني انا هعمل داتا بيز تاني معلش. الداتا بيز دي الاكستنشن بتاعها ام دي بي، المفروض انها تبقى جي دي بي. انا هعمل ديليت لديت معلش، وهعمل هنا في المجلد ده هقول له ايه او هنا خلينا نخش في الكورس فايل واقول له نيو فايل جيو داتا بيز، فايل جيو داتا بيز تمام اللي هي الامتداد بتاع جي دي بي. وهرجع تاني اقول له
نيو فيتشر داتا سيت وهسميها دي اكس 1، وهختار دبليو جي 48 1948، اسف انا مش عايز ممكن اخش جواه اغير فيه كمان، لا انا مش عايز اغير الحدود بتاعته ولا اغير فيه حاجه، هاخده زي ما هو تمام. و والفيرتيكال هاخده برضه وورلد 1900 دبليو جي اس 1948 تمام. بقى دي النيو فيتشر كلاس، وادي الايه وادي احنا سميناها اي اكس 1 صح؟ تمام. طيب هروح بقى هنا البوليجون ده واقول له اكسبورت هنا اهو، سواء هنا او من هنا، احنا قلنا كده وجربنا المرتين، هنخلينا نشوف كده المره دي اكسبورت الداتا، وهروح على الكورس. لو مش لاقي الفايل بتاعي هنا بروح على ايه؟ على زائد دي تمام؟ واروح محدد الايه؟ المجلد اللي انا عايزه. هنا كورس فايلز، اعمل انا ايه؟ اعمل رابط، خلينا اعمله اعلى شويه تمام. الداتابيس كونكشنز فولدر كونكشنز. طيب احنا عملنا سكند تيرم جي اس كورس ايوه، وعملنا جوه الكورس فايلز ده عملنا الجي دي بي ديت، وادي الاكس اي اكس اي ده، وهقول له سيف اوكي يس تمام. يبقى انا كده اضفت الايه، لو هروح تاني بقى على الداتا بيز اللي احنا كنا بنشتغل عليه في الارك كاتالوج، هلاقي ان انا الفولدر اهوت، دي الداتا بيز اللي انا عملتها، وادي الفيتشر داتا سيت اللي انا ضفتها، وادي الايه البوليجونز اللي انا ضفتها اللي هي اتحدد باللون ده. وانس ان انا حطيتها هنا دي ملهاش لازمه بقى، يعني انا ايه خلاص انا دلوقتي انا بتكلم على الايه؟ على ده اللي كان جاي من الاوتوكاد تمام؟ خلاص انا استبدلته بالايه ده؟ اعيد ترتيبهم تاني لو انا عايز، اقدر ان انا ايه؟ اظهر الايه؟ التكست مثلا هنا كده تمام. طيب ده خلاص صار جوه الداتا بيز، اشوف التيبل بتاعته البيانات بتاعته، دي الداتا اللي جات لي من ايه؟ في التيبل بتاعت الاوتوكاد. حلو؟ انا الداتا دي انا مش محتاجها، فانا هي داتا موجوده بس انا ايه عايز اعمل ايه؟ اشيل الكولومز دي واحط الكولومز ايه بتاعت الاكسل. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي. الاول حاجه انا هعمل ايه؟ هعمل ديليت الفيلدز اللي انا مش عايزها بتاعت الاوتوكاد، كل اللايرز دي، كل الكولومز دي، هو في تو كولومز او ثري كولومز مش هقدر ايه احذفهم، لان هم دول الايه اللي بيحددوا الشكل المضلع نفسه. تمام. متهيألي ده كمان اقدر اشيله؟ لا ده ما يتشالش خلاص، ده اللي هو نوع الشكل، ولا الاي دي بتاعه مفيش دليل، ولا الاريا، ولا الايه، ولا الشيبلت. يبقى انا كده ايه نظفت الايه الفايل بتاع سوري مش كده، نظفت الايه الفايل بتاع الاوتوكاد اللي انا دخلته جوه هنا. حلو، بس هو دلوقتي بره الاي اكس اي اللي انا عملتها الفيتشر داتا سيت دي، فانا عايز اضيفه جوه، اروح شايله كده حطه، هيقول لي ايه فيلد، فيلد ليه؟ طبعا عشان انا ايه حطيت موجود هنا هو مستخدم. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هروح جايب تاني التيبل اوف كونتنتس واشيل، اعمل ريموف لده. حلو، واجي هنا انا عملت ريموف لمين؟ للي هو الاكسبورت اوتبوت ده، وراح جاي هنا حطه هنا ذا سبيشال ريفرنس دونت ماتش. اوكي طيب، هو بيقول لي دلوقتي انه عايز اظبط السبيشال ريفرنس بتاع الاي اكس اي ده الاول، مش مشكله دلوقتي
لو انا بقى عندي اللاير دي عايز اضيفها، هروح اعمل كده اد واروح على دي موجوده فين؟ موجوده في الكورس فايلز اهو، في النيو جيو داتابيز اهو. حلو. دلوقتي انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز اضيف الارقام دي للجدول بتاع الايه، بتاع العناصر دي. العناصر دي فين؟ اللي هو اوبن اتريبيوت اللي هو الجدول ده. كويس. طيب هضيف الجدول ازاي؟ هقول لك حالا. هروح على تيب اوف كونتنس تاني واقول له ايه بروباريتيز او الخصائص بتاعت اللاير دي. الحقيقه الجدول بتاع الخصائص ده بيمكنني ان انا اعمل حاجات كتير قوي بقى، من ضمنها مثلا يعني ان انا اغير السورس، المصدر بتاعي بتاع يعني هو بيجيبها منين، هو بيقراها من مكان معين، ممكن اغيره اسيت داتا سورس واحط له ايه سورس مصدر تاني، اخليها سيلكتد ولا مش سيلكتد، ولما يحصل لها سيلكشن العناصر بتاعتها البيفر بتاعها او شكلها يبقى عامل ازاي. ممكن اعمل لها ترانسبيرنسي مثلا شويه، اعمل لها شويه شفافيه، ممكن اعمل لها سيمبولوجي، وزي ما هنشوف بعد كده لما نيجي نخرج الخرايط هنتكلم عليها بالتفصيل. وفي بقى هنا هو الفيلدز او الايه الحقول اللي انا اقدر ايه اضيفها من هنا. تمام، اتعرف على الحقول واضيف عليها واغير فيها وزي ما انا عايز. في الديفينيشن كويري، لو انا عايز اعمل كويري او استعلام عن اي معلومات فيها. الليبلنج، ان انا اخلي اظهر واحد من الحقول. تمام، اظهره على على الخريطه يعني، يصير ليبل يعني. خلينا معلش تمام، دي اللي هو بتاع الليبل، او بقول له انا عايز ليبل واختار هنا الايه هم في ثلاث حاجات موجودين، الاي دي واللينث والشيب. انا عايز اضيف كولوم الاول وبعدين اعمل له خليه هو يبقى ظاهر ليبل يعني. وهنا بقدر اعمل دمج او ربط بين الايه بين الجدول بتاع البيانات دي وبين اي جداول ثانيه جوه قاعده البيانات. وبعد كده هنا ده لو انا عايز اعمل حاجه لها علاقه بال بيسموها التيمبو او التايم تراكنج للخريطه، لو انا اعمل لها ادخل الزمن كعنصر من عناصر يعني. افترض مثلا انه في مبنى اتهدم وفي مبنى انشئ، فممكن احط ايه بدايات ونهايات ويحصل ايه انه في تايم تراكنج للايه للعناصر بتاعت الخريطه. هنا ده لو انا عايز اعمل ايه انتر اكشن يعني، الخريطه تبقى في وضع ان انا ممكن لما اضغط على حاجه من عنصر من عناصر بتوعها يظهر لي معلومه من المعلومات، سواء معلومه من التيبل او من خلال رابط في التيبل اقدر اضيف عليها. خلينا دلوقتي نقول ان احنا نفك الداتا الاول او التيبل هنا اهو. حلو، وبعدين هنا في اد فيلد. كويس، وهسمي الفيلد ده سميه ايه؟ سميه اي دي، وهعتبره ان هو ما هو انتجر، هعتبره ان هو تكست. خلاص، الالياس بتاعه لو انا عايزه يظهر باسم ثاني يعني، او المفتاح ممكن ده ممكن يبقى فيه عربي يظهر في الجدول باسم ثاني. تمام، ادي الجدول اللي انا ايه ضفت فيه ايه عمود اسمه الايه اسمه المفتاح. طيب عايز بقى انا الارقام اللي هي بالبنفسجي دي على الازرق ده. حلو، فهروح اقول له ايه تاني كونتنس في التيبل اوف كونتنس بتاعها، واقول له ايه بروبريتيز و ليبل. واخدين خريطه صغيره عشان ما تغيبش، فمعلش سامحوني.
وانس ان انا دخلت المجموعه البوليجونز دي جوه قاعده البيانات، خلاص تفكي لي انا دلوقتي هحط المفتاح تمام واعمله بولد حتى اكبره شويه و بس كده. طبعا مفيش حاجه ظاهره دلوقتي، فانا هعمل ايه بقى؟ انا اعمل ايه؟ عملت كده هقول لك دلوقتي حالا عشان يبان عندي، عشان اللي انا دخلت له معلومه يبقى ظاهر عندي. في طريقتين ان انا اضيف المعلومات ديت. الاول في الطريقتين لازم اشغل الايديتنج جوه الداتا بيز بقى، يعني انا دلوقتي انا شايف الخريطه اهو، حلو؟ شايف الخريطه، لكن ايه؟ اي تعديلات اعملها ان هو ما بتعدلش في قاعده البيانات، زي ما قلنا ايه؟ زي ما احنا شفنا هنا ان هو ده ايه؟ ملف تاني خالص. الملف ده انا بسيبه من هنا. سيف واختار كده واسميه مثلا ايه؟ جان 25. قلنا ايه؟ نحاول ان احنا تبقى ايه؟ الكلام بتاعنا بالايه؟ بالانجلش. سيف. تمام؟ ال يبقى انا كده ايه؟ الفايل بتاع الخريطه دي سميته جان 25 وهلاقيه موجود في الايه؟ في المجلد المفروض اهو، شايفينه هنا اهو. الامتداد بتاعه ام اكس دي. لكن البيانات اللي قدام مني دي، الجدول بتاع البوليجونز دي، موجود في فايل تاني خالص اللي هو ان ايه؟ اللي هو النيو جيو داتا بيس ده اللي هو هنا. التيبل دي التيبل بتاعه. انا عايز افك دي اعدل عليها بقى بس من جوه هنا. فبقول له ايه؟ بروح في فولدر في بتاع ده حاجه سين اهو، تلقائي لما اضغط ماوس يمين كده يديني قائمه الشرايط. فبقول له ايه؟ الايديتور. الايديتور ده اللي هو ده شريط الادوات اللي هو ايه؟ اللي يسمح لي ان انا اعدل على قاعده البيانات. هقول له ايه؟ ستارت ايديتنج. بيسالني بقى، شوف هنا بيقول لي ايه؟ في حاجتين، قاعدتين بيانات، واحده اللي هي الاوتوكاد، وواحده اللي هي قاعده البيانات اللي انا ايه؟ كونتها. ودي كاد ورك سبيس، والثانيه اسمها ايه؟ فايل جيو داتا بيز. هقول له انا عايز الايه؟ الفايل جيو داتا بيز. تمام؟ باجي هنا بقى خلاص بقت قاعده البيانات بتاعه المطلعات دي مفتوحه ان انا اعدل عليها. فهاجي امسك الايه؟ العنصر ده. واجي اشغل الايه؟ الاتريبيوت تيبل او الجدول بتاع الايه؟ الاتريبيوتس. صغر بقى ده كده، شوف هنا تحت في عندي تو ايكونز هنا، ده بيبين لي كل العناصر، في حين انه ده بيبين لي فقط العنصر اللي انا عملت له سيلكشن. حلو؟ امسك العنصر ده، ده ايه؟ العنصر ده 20A3. خد بالك الكابيتال هنا برضو ايه؟ شوف بقى الليبل عمل للبوليجون ليبل نفس الايه؟ نفس الموضوع. هنا نفس الشيء، اما امسك ده هتظهر لي بياناته، هروح كاتب هنا اهو 14A3. وهمشي كده على كل الايه؟ على كل ال 15A3 هنا 16. انا عملت ايه كده دلوقتي؟ يعني لما انا اكبر التيبل دي شويه واقول له انا عايز ابين كل العناصر الجدول تمام، واجي على العمود ده بالماوس يمين كده اقول له صورت ديسندنج، فاقوم الاقي ايه هنا؟ ان انا عندي ايه؟ وصغر ده شويه. هلاقي انه انا الجدول ده عملت ايه؟ عملت الاي دي هنا اهو، ابتديت اضيفه، شايفين ده؟ ابتديت اضيف الايه؟ الاي دي بتاع العناصر دي. لازم الاي دي ده يتطابق مع الاي دي اللي فين بقى؟ اللي انا عايز اشبك منه البيانات، اللي هو فين؟ اللي هو في الاكسل فايل. الاكسل فايل اللي هو ده. اللي هو ده.
هنلاقي هنا لازم هلاقي ايه ال A3 ال A4 ال A14 لازم الاقي ايه نفس ال 14 A3. يعني لو انا عملت كوبي ده فين اللي بقى؟ كده فايند المفروض ان انا الاقي ده. طب خلينا ننقله. طيب فين اللي هو 20 A3 مثلا؟ 20 A3. طيب ما فيش في الفايل ده 20 A3، يمكن في الفايل الثاني. برضه طيب خلينا يعني المفروض انه ان 32 A2 A1. طيب خلينا انا يمكن الملف الاكسل الواحد تاني غير الملفين دول، لكنه لازم البيلدينج اي دي ده الاي دي بتاع المباني كل رقم هنا اهو يقابله رقم في الجدول ده. تمام؟ ليه بقى؟ لانه بعد كده انا هشبك الجدول اللي فيه البيانات اللي انا رفعتها ميداني بالجدول ده بتاع المطلعات. وبالتالي لما اشبكهم مع بعض يبقى الصف ده بتاع المبنى اللي انا المضلع ده يتضمن بقى ايه البيانات بتاعته اللي انا ايه رفعتها من الميدان يتضمنه هنا. لما يحصل كده اقدر اعمل بقى مانيبيوليشن، اعمل اناليسز، اعمل اشياء كتير قوي من الايه بدأ من الخطوه دي. لكن الخطوه دي اساسها ان انا ايه ادخل البيانات دي. انا دلوقتي دخلت كام واحد؟ تمام، هديك فرصه لاحقا ان انت تكمل تخلي البيانات ديت زي ما انا عملت دلوقتي، بحيث ان انت تستكمل كل الايه كل الجدول ده. تمام، اذا خلصت ادخال البيانات في التيبل ده بعمل ايه بقى؟ بروح هنا في الايديتنج، في حاجه اسمها سيف ايديتس. خد بالك بقى ما هوش من هنا، يعني هنا لما سيف هو هيسيف الخريطه انما مش هيسيف لقاعده البيانات. فلازم اعمل سيف ايديتس كويس، ولازم اعمل ستوب ايديتنج. ستوب ايديتنج دي بيعمل ايه بقى؟ بيقفل قاعده البيانات بحيث ان انا ممكن ايه افك قاعده ثانيه، يعني في نفس الوقت انا ما اقدرش اغير في ايه في قاعده بيانات واحده. يعني لما انا اقول له كده وبعدين اقول له ستارت ايديتنج ثاني، لو انا الخريطه اللي قدام مني دي فيها لايرز من اكتر من قاعده بيانات هلاقيهم ظاهرين هنا. تمام، فانا كده سيفت الفايل من هنا اهو، ستارت اديتنج، سيف اديت، ستوب اديتنج. مهمين قوي ان انا ايه ما انساش ان انا ايه ان انا اسيف. لو انا كده رحت على التيبل اوف كونتنتس وابتديت اقول له وريني التيبل، هيوريني التيبل بس انا ما اقدرش اعدل هنا فيها. يعني لو انا كده ما يقبلش ان انا اعدلها. ليه؟ هي دلوقتي انا في وضعيه استعراض مش في وضعيه ايه تعديل. يعني مهما عملت دبل كليك عليها مش ايه مش هيعمل لي عليها ايه استعراض لبيانات. في طريقه ثانيه استعرض بيها البيانات اللي هو السهم ده الايدنتيفاي ده. تمام، ان انا لما اضغط هنا كده يقوم يجيب لي الايه الشاشه دي او الديالوج ده. هنا بيقول لي ايه في عنصرين فوق بعض. بص كده، ده مش واحد بس، ده اتنين طلعوا فوق بعض، شايفهم؟ واللي انا دخلت فيه البيانات هو الاولاني اهو، شايفينه اللي هو ال 14 اي 3 ده، الثاني ده ما فيهوش اي بيانات. فهعمل ايه؟ بص كده، هروح رايح هنا على اقول له ستارت اديتنج على الجيو داتا بيز دي واقول له ده واختار العنصر ده واقول له ايه ديليت. اقول له ديليت سيلكتد. فين السيلكتد؟ ده اهو شايفهم، جاب لي الاثنين اهو. راح مختار واحد فيهم كده واقول له ايه ديليت سيلكتد.
افضل لا سوري معلش. لما اختار كده ده اللي عليه الايه 14. لو انا بقى كده اخترت الاثنين، طيب انا عايز اختار واحد منهم بس، اروح عامل كده ده واحد والتاني برضو هلاقيه ازرق برضو، شايف اهو، راح مختار، راح مختاره كده بقى اللي سيلكتد اللي هو ايه واحد بس اللي هو ده اللي ما عليهوش بيانات، اروح عامل له كده ده كده هو اللي ايه ديليت، تمام. اصبح عندي هنا ده واحد بس، لما اجي اعمل سيلكشن بويندو كده تمام هيعمل لي ايه سيلكشن لايه واحد بس، نزلت كده مفيش اي حاجه عندي غير الايه غير العنصر ده، تمام. يبقى انا الاستكشاف ده من هنا، ده انا بقدر من خلاله ايه ان انا استكشف الايه العناصر بتاعتي، يعني شوف ده هنا اهو دول عنصرين برضو فوق بعض، شايف؟ طيب ده عنصرين برضو فوق بعض، الخريطه دي مزدوجه كلها اصغر، دول ثلاثه فوق بعض، شايف؟ فانا بعمل حاجه اسمها، في حاجه تانية هنشوفها برضو بس يعني ايه لما نيجي نتكلم على التعديل بقى على الخرائط نفسها وكده، اسمها التوبولوجي. التوبولوجي تبين لي الاوفرلاب بين العناصر وبعضها، لكنه انا ممكن اعمل ده كده واقول له ايه مثلا يعني في من الاديتور هنا اقول له ايه ميرج، اقول له ميرج سوري اسف، ده الاولاني ده اللي هو اللي اسمه الاي دي بتاعه دلوقتي 115، لو انا اخترتهم كده وقلت له ايه في الاديت قلت له ايه ميرج مور اديتنج تولز، طب انا مش عايز اطلع بره، مش عايز اخش على الايديتنج، هنتكلم على الايديتنج في وان سيشن كامل يعني، لكنه يعني ممكن وارد جدا ان انا لو الخريطه في الاوتوكاد وانا بشغال يعني عملت مالتيبل بولي لاينز النتيجه ان هو ايه بعناصر ايه ريبيتد يعني متكرره كذا مره مرتين وثلاثه وبتاع حاجه زي كده، فانا مش عايز ده، انا عايز ايه العنصر يبقى عنصر واحد بس، فانا محتاج ان انا يا اما من الاصل وانا بعمل البولي لاين اكون حريص، عشان كده انا عملت في الاوتوكاد لير بكلر تاني عشان اميز العناصر اللي انا ايه اللي انا بعملها يعني. يبقى انا كده جبت البيانات المكانيه ادخلتها جوه قاعده البيانات في الارك كاتالوج، اقدر اشوفها واشوف مكانها تمام جوه قاعده البيانات، وابتديت اضيف عليها اللي هو الايه الاي دي المطابق للايه للجدول بتاع البيانات الاضافيه اللي انا اقدر ايه استخدمه في ان انا اعمل ربط من خلاله يعني. طيب الخطوه اللي بعد دي ان انا عايز اعمل ايه، ان انا عايز اجيب جدول الاكسل، لو افترضنا انا دلوقتي انا عندي الاكسل ما فيهوش نفس الارقام، لكن هنفترض ان انا الاكسل انا متاكد منه متطابق وكده، هعمل ايه؟ هروح على الارك تول بوكس اللي هو شريط الزرار اللي هو ايه فيه الادوات بتاعه الارك كاتالوج والارك تول بوكس اللي بشغله منها، كويس؟ احنا المره اللي فاتت حولنا الاكسل باستخدام الاكسس لايه؟ لجدول، وبعدين دخلناه جوه الايه؟ جوه الخريطه. دلوقتي انا هشوف طريقه ثانيه كمان ان انا ادخل الجدول، يعني ممكن اعمل كده زي ما عملنا المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات، وفي طريقه ثانيه هنا ابسط شويه اللي هي ايه؟ في عندي هنا حاجه اسمها كونفرشن تولز. كونفرشن تولز دي اللي احنا جبنا منها الكي ام ال لو تذكروا المره الماضيه. انا عندي هنا اهو في عندي عايز اجيب اكسل. تمام؟ في اول واحده هنا اكسل. اكسل تو ايه؟ اكسل تو تيبل. حلو؟ هعمل دبل كليك كده عليها يقوم يديني الايه؟ الديالوج ده بيقول لي بقى الانبوت اكسل فايل فين؟ هضغط هنا اقول له ايه؟ الاكسل فايل هو ده مثلا. تمام؟ اوبن والشيت اللي انا هاخده اللي هو البيلدنجز. تمام؟ واقول له اوكي. انا ممكن اختار اي شيت تاني بقى، ممكن في عندي كذا شيت. انا اللي هو البيلدنجز ده المفروض اللي هو فيه ايه
البيانات بتاعت المباني. هقول له اوكي. اللي هيطلع هيروح فين بقى؟ هيروح في الايه؟ في الديفولت. شايف انت؟ اعتبر انه ايه؟ الديفولت جيو داتابيز. لا انا عايز احط الايه؟ الداتابيز بتاعتي. حلو؟ جوه الكورس فايلز مش كده؟ النيو جيو داتابيز دي. التيبل اسميه ايه؟ بيلد اي اكس اي 1. وبيقول لي انه الاي اكس اي 1 ده موجود كلوز. طيب معلش هروح تاني الارك تول بوكس تاني وهقول له حول لي من اكسل لايه؟ لتيبل. صح كده؟ ماشي. هو عايز دلوقتي الخطوه دي انا اختار الاكسل فايل تمام والتيبل اللي طالع هسميه ما انا عارف هسميه جين 1 مثلا جين 25 سيف اوكي ودلوقتي هسيف في الزوم تمام ودلوقتي ايه خلاص ما فيش اي مشاكل حول الايه لما بيحصل حاجه بتظهر لي بلون احمر ويديني علامات وتحذيرات وكده خلاص ال التيبل اللي هو خرجها خلينا نروح بقى في الارك كاتالوج نشوف التيبل بقت فين اهي التيبل جوه الجي داتا بيز اسمها ايه جانيوري 25 اهي دي التيبل دي الفيلدز اللي فيها او الحقول اللي في الاعمده يعني رؤوس الاعمده اللي في التيبل دي ولو انا قلت له فين هي دي جان 25 لو انا قلت له خلينا اضيفها هنا في الخريطه عشان الحكايه بتروح تختفي هقول له ويندو كونتنس اللي كونتنس محتويات بتاعت الخريطه وهجيب التيبل دي اضيفها هنا هي دلوقتي خلاص صار في وعندي واحد فايل اسمه نيو جيو داتا بيز في الاوتوكاد وفي الخريطه الخريطه هنا اهو لو انا قلت له بقى اوبن يفتح لي الخريطه بتاعت الايه؟ الاكسل اللي كانت اكسل وحولناها امبارح من خلال برنامج اكسس خلاص هي دلوقتي بقت ايه؟ جوه الايه؟ جوه الجيو داتا بيز. الجيو داتا بيز بقى دي هي فايل دلوقتي بقى موجود في الايه؟ هو ده الجي دي بي ده الفايل بتاع الايه؟ الجيو داتا بيز. يبقى انا عندي قدرت اجيب الاوتوكاد وقدرت اجيب الايه؟ التيبل دلوقتي. الخطوه اللي احنا بدانا فيها واتفقنا ان احنا هنكملها من هنا للمره اللي جايه اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا الـ اضيف الاي دي بتاع الـ بتاع ملف الـ بتاع كل مبنى تمام؟ اضيفه هنا. الاي دي دي انا جبته من الاوتوكاد يعني انا وقعته في الاوتوكاد وجبته هنا عشان ايه؟ يبقى انا عارف مكان كل مبنى الاي دي بتاعه ظهر قدام مني. اما اتعامل معاه على انه قاعده بيانات اقدر لو انا فاتح القاعده البيانات دي فور اديتنج هي دلوقتي فور اديتنج فاقدر ان انا ايه اعدل اضيف الاي دي ده في الكولومز اللي انا ايه الكولوم الجديد اللي انا اضيفه طيب الخطوه اللي بعد دي ان انا برضو احنا امس جبنا جوجل ايرث وعملنا له ايه ضبط كده على الايه على بتاع المنطقه على المكان بمعلومات المضلع ده صح كده النهارده بقى مش هعمل بمعلومات المضلع انا خلاص بقى عندي مباني دلوقتي ممكن اعمل بمعلومات المباني هشوف ازاي بقى الاول في العرض كده اعمل ايه اعاده ضبط الايه البوصله والاماله حلو واقول له ايه زي ما عملنا امس عملنا كنترول بي
وخيارات الخريطة لغيناها كلها، وقلت له الطباعة، واخترت PDF برنت، وسيبنا الخريطة دي سميها، هنسميها جان 25 زي المرة اللي فاتت. حطها هنا. طبعا الخريطه دي احنا بنستعملها في الفيجواليزيشن دلوقتي، يعني ما فيهاش بيانات نقدر ايه نتعامل معاها يعني. اكسبورت ايمج جي جي وجان 25، ماشي اوكي تمام. هروح بقى على الـ على الارك ماب، واعمل اقول له اد داتا جديده تمام، مش بقى من قاعدة البيانات، هنجيب دي من ايه، من الخريطة اللي احنا ايه جبناها دلوقتي. يقول لي طبعا هي ما فيهاش احداثي، نظام احداث يعني. هنطلع كده الايه ده الارك تول بوكس، خلاص احنا مش عايزينه دلوقتي. نجيب المحتويات، زي ما عملنا المرة الماضية هروح لدي كده واقول له ايه زوم تو لاير، هلاقي الايه الخريطة موجودة. حلو، انا هعمل ايه؟ اول نقطة هي الركن المبنى ده كويس، فهقول له ايه هنا الجيو ريفرنسنج، الجدول بتاع الجيو ريفرنسنج اللي هو ده الشريط بتاع الايه الجيو ريفرنسنج. هقول له من النقطة فين بقى، من النقطة دي اللي ركن المبنى ده، واجي هنا عند السبورت اوتبوت ده واقول له ايه زوم تو لاير، واجي عند ركن المبنى ده اقول له ايه دي النقطه الاولانيه. طيب النقطه الثانيه، النقطه الثانيه في المبنى اللي هو الشكل الغريب ده، حلو شوف كده زوم تو لاير. غالبا ده صح، الثانية دي تبقى هنا زوم بلاير. طيب النقطة الثالثة، اوه لا سامحوني معلش دقيقة واحدة، احنا قلنا ايه في الجيو ريفرنسنج لازم اختار الحاجة اللي انا عايز اعمل لها جيو ريفرنسنج صح؟ لازم من هنا، المرة اللي فاتت معلش سامحوني انا اخطأت دلوقتي، المفروض ان انا اختار الايه اللي انا عايز اعمل لها جيو ريفرنس صح؟ خليني الاول اطلع الجدول وامسح دول، لان ده ايه هيغير كان الاوتوكاد. لا انا عايز اغير الجي بي جي، عايز اغير الايه الجي بي جي، مش عايز الجدول ده دلوقتي. هروح هنا زوم تو لير، معلش تاني بقى هاجي هنا من الركن ده، قلنا في المبنى ده خد بالك طبعا ما هي ما بتطلعش دقيقه قوي، لانه الايه الصور بيبقى لها حسب زاويه القمر الصناعي اللي ساعه ما خد الصوره ممكن بيبان بعض الايه اجنب المبنى يعني. وبعدين هنرجع تاني للمبنى اللي احنا قلنا عليه المبنى ده، نروح هنا نقول زوم تو لاير، تدي هنا طيب، وبعدين نرجع تاني خلينا نجيب مبنى بقى يكون ايه في النص كده. احنا فعلا هنا دي هنا خلينا بعد دي البوابة بتاعت التاريخية،
المبنى 2 3 4 5 فعلا كده. دي البوابة التاريخية اهي، المبنى 2 3 4 5، احنا كده مظبوطين. طيب نرجع تاني نشوف احنا فين بقى هناك. احنا نزلنا كده وعندنا 2 3 4، المبنى اللي هو زي ايه؟ مثلث كده، ربع واحد. واحد اثنين ثلاثة أربعة، دي المبنى اللي هو إيه زي المثلث كده. يبقى أنا هجيب دي أحطها هناك. بسم الله. طيب نرجع تاني للنقطة الرابعة، المفروض إن هو بقى لو عملنا النقطة الرابعة هنقول له إيه اظبطها بقى. خلينا النقطة الرابعة من هنا. ادي ايه المبنى الطرف ده، 1 2 3 4 5 6 7 8. وارجع كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، غالبا ده هناخده كده ونشوف. زوم تو لير وأضيف ده هنا، وبعدين من هنا أقول له إيه أبديت ريفرجي ريفرنسنج وأشوف الدنيا حصل فيها إيه. غالبا دي البوابات جت تقريبا في مكانها أهي مظبوط. وبعدين هنا دي كانت ساحة الظاهر عاملين فيها حاجة مؤقتة كده، وده برضه هنا مبنى تاني مؤقت. انا مش عارف دي مباني غالبا في اعمال ترميم الفتره اللي فاتت، فدي ممكن تبقى صالبين المبنى مغطيينه وعاملين فيه حاجه، او اتهد بقى وهنا عملوا مول تجاري ولا حاجه كده، لانه ده مكرر ثلاث اربع مرات يعني. فانا استبعد ان هو يكون الابيض اللي تحت ده بتاع ده مولات تجاريه ولا حاجه، لانها يعني مكان مباني. المنطقة دي على فكرة برضو عشان برضو تبقى عندكم فكرة، المنطقة دي منطقة تاريخية مصنفة في اليونسكو، فما تقليش انه المباني دي حد يقدر يغيرها او يهدها وكده. على اي حال يبقى احنا كده ايه، جبنا الصورة الفضائية تمام، حطيناها بمعلومية الاركان او الحدود بتاعتنا، وعملنا لها ايه ركتيفيكيشن اللي هو اللي ايه جي ريفرنس يعني، وحطيناها هنا. لو انا عايز اضيفها بقى، بص كده داتا سبورت داتا راستر داتا سيت، لو عايز انا عايز اضيفها للايه للجيو داتا بيز بقى يعني فاهم، اضيفها احطها هنا اهو، اقول له ايه جان برضه 25 سيلكت ورك سبيس. لا انا اعمل كده احط هنا ده تمام واقول له سيف، وهيحولها بالاحداثيات الجديده بتاعتها او حصل فين تو سيف راستر داتا سيت جنرال فانكشن فيلير. يا ساتر جي بي جي 1. طيب تاني معلش، انا ممكن اعمل كذا طريقه يعني، ممكن اعمل هي عشان جي بي جي. ايوه شوف بقى البرنامج هنا بتاع الار كاتالوج والارك ماب، لما بيتعاملوا مع الداتا بيزز بيتعاملوا مع البيانات بتاعتها في صيغه تيف مش بصيغه جي بي جي، في صيغه تيف مش بصيغه جي بي جي. فاحنا دلوقتي لما حبينا نصدر الصوره ديت من جي بي جي لتيف عمل لنا الايرور ده. لو انا رجعت تاني من للبي دي اف بتاعي اللي هو سميناه جان 25 ده وصدرتها، اعتقد ان انا ايه اقدر اصدرها من هنا ايمج تيف كويس، او اعتقد برضو ان انا ممكن كمان من خلينا نشوف مع بعض الارك تول بوكس هنا
راستر فروم راستر اهو تو اسكي تو بوليلاين تو بوليجون تو بوينت او تو راستر لو انا عايز اصدر حاجه للراستر يعني. انما انا من راستر فروم راستر اهي تمام. الاسكي الاسكي ده اللي هو الصيغه بتاعت صيغه تتقرا يعني صيغه ممكن تفتحها في تكست اديتور وتشوفها يعني. الفلوت ده اللي هو نوع من العناصر برضو اللي بيستخدم في الجي اس. البوينت لو احنا برضو خد بالك بقى احنا جوجل ايرث احنا قلنا ان هو الخرائط الفضائيه الساتلايت ايمجز بيبقى فيها المعلومه بتاعت الاحداثي الزد كمان يعني اكس وواي كوردينيتد على سطح الارض والزد كمان كوردينيتد برضه. فانا ممكن من لو انا عندي خريطه كوردينيتد اطلع منها نقاط واعمل منها كونتورز واعمل منها يعني ايه اشياء عديده يعني. او ان انا احول من راستر لبوليجونز يعني شايفين المضلعات اللي انا عملتها دي بس لازم طبعا ايه الكواليتي بتاعت الصوره تبقى اعلى احسن من كده شويه لو اقدر اميز الاسطح بتاع المباني والكلام ده. خلينا نبص كده مع بعض على ده جوجل ايرث اعتقد اي ده جوجل ايرث كويس. بص كده لو انا خلينا نشوف حته كده انا عارفها تكون فيها كونتورز بوريك يعني مثلا خلينا نشوف كده مثلا دي ده مكه المكرمه ودي منطقه منها معروف انها منطقه جبليه وبعره كمان. لو انا جيت عملت كده خط كده بص كده على قد ما ازيد النقاط بتاعه الخط ده تمام. وايه قلت له ايه كده خلينا نعمل الارتفاع شوف بقى الارتفاع هقول له ايه بقى هنا مثبت مثبت بالارض مرتبط بالارض حلو زيرو من الارض واقول له ايه حسن تمام. لو انا جيت هنا بقى قلت له لو انا جيت كده وقلت له ايه اظهار ملف تحديد الارتفاع لما انا احرك بص بقى ده ال 3 دي بتاع الايه بتاع خريطة جوجل ايرث ها شوف ان هو ده ارتفاعه 557 564 تمام. السهم الاحمر بيتحرك معايا بس بقى من ده الايه ده شوف هنا ده اللي هو الوادي بتاع منى هنا هو مثلا هنا المنطقه بتاعت الجمرات دي هنا دي ارتفاعها 360 متر فوق سطح البحر. اطلع فوق كده هنا كده ده ايه الايه وبعدين انزل تاني كده ده وادي تاني ده وادي العزازيه او منطقه العزازيه لانه دي ايه منسوبها 286 اقدر كده اعرف يعني خريطه خريطه جوجل دي. وطبعا احنا عارفين كلنا موضوع ان انا اقدر ايه اميل الخريطه كده واقول له اظهر لي الارتفاعات من خلال العرض ان هو اسمها ايه بقى سطح الماء لا ان انا اظهرها 3 دي تطلع منين يا شباب؟ اعتقد من هنا ايوه من هنا من هنا دي في حاجه في دول اسمها ايه؟ تضاريس ايوه هنا تمام. شوف هنا ابتدى يطلع لي الايه؟ التضاريس بتاعتي ادي الخط اهو الخط ده ظهر لي بقى ايه الخط اللي انا رسمته شايفينه؟ ظهر لي ايه؟ 3 دي. طبعا كل ما زود النقاط بتاعت الخط يديني ايه هنا اهو؟ تحت حاجات ادق يعني. فانا يعني فاحنا
فاحنا نقدر نعمل ايه؟ نقدر زي ما وريتك كده انه كل المصورات الفضائيه تتضمن ايه؟ تتضمن الاحداث الزد بتاع الخريطه بتاع الفضائيه. فاحنا انا اقدر اعمل القطاع واقدر اصدر القطاع دوت واقدر واقدر اعمل كونتورز كمان من جوجل ايرث. هنشوف برضه مع بعض مره ازاي نعمل اعمل نقاط كاني انا نزلت بتوتال ستيشن او بجهاز جي بي اس وسجلت النقاط بتاعت الايه بتاعت الاحداثيات بما فيها الايه الاحداث الزد بتاع الخريطه. طيب معلش نرجع تاني، انا خرجت بس عشان ايه اوريك ان انا ممكن اطلع من المصور الفضائي معلومات غير الايه غير ان هو اكس واي، او ان انا ايه اظهر العناصر كصوره يعني. طيب دي المجموعه الاولانيه من الـ من الـ من العناصر. احنا المره اللي راحت ده تقريبا اللي احنا عملناه المره الماضيه مع فارق واحد اللي هو ايه بقى، ان انا العناصر كانت انا بستدعيها على الخريطه من مصادرها الاصليه، يعني كان عندي الاوتوكاد زي ما هو اوتوكاد تمام، كان عندي الخريطه زي ما هي خريطه. فانا دلوقتي اللي زاد عليا التيبل برضو نفس الحكايه، كان برضو كان تيبل خارجي. اللي زاد عليا ان انا ايه عملت فايل للجيو داتابيز واضفت عليه العناصر اللي هي البوليجونز دي، وعملت دخلت كمان جواه الاكسل فايل، حولته من خلال البرنامج واضفته لقاعده البيانات تمام. ودلوقتي انا الخطوه اللي بعد دي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اكمل البيانات اللي هنا. خلينا نشوف الاكسل اللي هو فيه البيانات ديت. واحد من دول غالبا صفاري خالص مش بتاعنا ده. اللي هو الايه اسمه ايه بقى، انا عندي اثنين اكسل شوف. لا مش هنا، مش على الجهاز دلوقتي. طيب بص برضو انا مهم قوي ان انا وانا بجهز الاكسل، خليني انا هبعت لك انا الفايل الاكسل. خلينا يا باشمهندس عمر بعد اذنك ارسل لك ملف الاكسل تمام، اللي هو فيه الكيز بتاعه اللي موجوده في الخريطه. هبعته لك الليله بعد اذنك، ولو حضرتك تكرمت ممكن معلش توزعه علينا ملف الاكسل اللي هو بتاع المتطابق مع اللي في الجدول ده اللي هو ده اللي هم هنا يعني. تمام يا دكتور، تمام يا دكتور. الانوتيشنز دي لو بنفسجي ده تمام. ماشي يا دكتور، تحت امرك. الله يسلمك حبيبي. لازم بقى بص الحكايه دي، انا مجهز ملفين اوتوكاد بعتهم لك ضمن الملفات، الملف بتاع المنطقه دي والملف بتاع المنطقه الصغيره اللي جنب منها دي. حلو، على اساس ان انا اخد مع بعض اخد معاك الاكسرسايز بتاع ازاي ايه انا يبقى عندي منطقتين او عندي ملفين كاد، وازاي انا ادمجهم مع بعض وادمج الداتا بتاعتهم. لو انا لاحظت هنا ده الملف الاوتوكاد الاكسل الاولاني، شوف هنا ده فريق عمل كانوا شغالين. بص معايا كده برضو ايه من الاخطاء اللي ايه اللي الناس بتقع فيها، وده فريق تاني. هتلاحظ ايه بقى؟ انه هنا
الاسامي بتاعت الاعمده فيها سبيس، دي اول غلطه. الغلطه الثانيه انه الاسم حروفه 2 4 6 7 8 10 12 15 كاركتر، تمام؟ الداتابيز ما بيقبلش اكتر تقريبا من 12. فانا لما اجي ادمج الجدول ده مع الجدول ده، تمام، انا مش هدمجهم دلوقتي، انا هدمجهم امتى؟ الاول هدمج ده مع المباني بتاعته اللي على الخريطه، وهدمج ده مع المباني بتاعته اللي على الخريطه، وبعدين ادمج الخريطه كلها مع بعضها في ايه؟ في وان داتا سيت او مجموعه بيانات واحده. لكنه الداتا دي رغم انها تكاد تكون انها تبقى شبه دي، انه هنا دي سي ودي ومش عارف ايه وبتاع، ها، لكنه الاعمده دي غير الاعمده دي، وبالتالي لما اجي، يعني ده بيتكلم على الجراوند فلور يوز، استخدام الضوء الارضي فسماها جراوند يوز، ده بيتكلم على الجراوند فلور يوز برضه سماها ايه؟ جي اندرسكور اف يوز، اف اندرسكور يوز، هنا فيرست اندرسكور اف يوز، لازم ده يتطابق مع ده، والا مش هقدر ادمجهم مع بعض. انا بعمل ايه بقى؟ باجي هنا اهو، وهم لسه اكسل، عشان لو اتحركوا من ان هم اكسل راحوا للداتابيز هيبقى صعب قوي ان انا ايه اتعامل معاهم، واقول له ايه بيست كده. فانا كده ايه وحدت مسميات الاعمده دي، وبالتالي عند الداتابيز هيبقى ايه، انا قصدت ان انا ابعت لك الملفين دول بايه، باساميهم الغير بعض، عشان نعرف مع بعض ان انا ايه لازم اعمل ايه، لازم اوحد الايه الاسامي الاعمده بتاعت البيانات، لان دي معلومه. فايه هي نوع المعلومه وايه هي ده اللي ايه يحدد لي الحكايه دي، تمام. الخطوه اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها ان احنا نسمي دول، انا مش عارف نعمل ده دلوقتي ولا اشوف واحده تكون معموله. حد في حد شغال معايا ولا احنا بنسمع وهنجرب بعد كده؟ جماعة الخير، في حد بيطبق معايا ولا احنا بنسمع بس وبعدين هنبقى نطبق؟ لا هو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا طبعا هطبق بعد كده وهسمعها تاني، بس عشان انا ما عرفتش انزل البرنامج. اوكي، مع الاسف مع الالم. تمام، يعني احنا انا اقصد ايه احنا يعني هنمشي مع الفيديو بعد كده ونطبق معاه، صح كده؟ ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب احنا احنا نعمل ايه؟ هقول لحضرتك، خلينا نفتح الاوتوكاد الثاني، مش هياخد معانا وقت كتير يعني. فايلز، نفتح الاوتوكاد رقم 2. يمكن نلاقي الداتا بتاعته مطابقه مع واحد من الاكسلز. بي 6 طيب وبي 21، الاكسل اللي عندنا بي 6، اعتقد ده في بي 6، كنترول اس بي 6. ايوه ده في بي 6، يبقى التيبل ده اللي هو حلو قوي، ده بيلتين اكزامبل 2، ده حلو مظبوط، ده البي 6 وفي بي 21 بي 20 بي 21 مظبوط، يبقى الاكسل ده اللي هو اكس 2 ده مظبوط. حلو، هقفل كده
واجيب التيبل بتاعت ده كمان معمول، لا مش معمول. طيب خلينا في اقل من دقيقه كده بسرعه نعمل له كويري لاينز. هو مش كبار يعني. خلينا نعمل ده كده عشان نميزه. اوبس. شوف بقى لما تبقى الامور مش مرسومه كويس تبتدي ايه الحكايه تهرب مننا. ده مش مظبوط، في حته مش مظبوطه فيه. مش مظبوط. يعني كان اسمه سيء قوي اللي بعده. شوف ده ايه بقى قصته. هو طبعا لو انا لو يعني كل ما انا اخلص الموضوع هنا في الاوتوكاد اسهل، لكنه انا اقدر اعمل كل ده في الجي اس يعني. يعني اقدر ارسم انا الموضوع ده كله. لو انا قفلت دي كده افترض يعني تاني. لا خلاص تمام. هسيف ده باسم ايه؟ خلينا كده هسيف ده بسرعه كده سيف از كده في بتاع ده واسميه اكس 2 تايب زي ما هو. يس تمام. هروح على الارك ماب واقول له ات EX2 اللي هو ده. انا عايز منه البوليجونز والايه والانوتيشنز بس. اد اوكي قولي هنا اهو هلاقيهم ان هم موجودين الابيض ده افترض يعني ان هم كده. وفي حاجات ناقصه طبعا انا اقدر اكملها في دلوقتي حالا يعني زي ما حطيت. وقلنا ان احنا البوليجون ده انا هعمل له ايه اكسبورت داتا. اكسبورت داتا زي ما عملنا المره اللي فاتت. انا بعمل بسرعه بقى عشان انا عملت المره اللي فاتت يعني. واقول له ايه ده كده هنا اكسبورت اوكي. طيب دخلها بلاش الداتا سيت الفيتشر ده سيت دي اللي عملنا فيها غلطه الظاهر هنشوفها لقاء عليها المره الجايه ان شاء الله. يعني خلاص كده اهي EX2. طيب قول ايه؟ You cannot create a new this document an editable workspace. ايوه عارف هنا هو اعتراضه على ايه؟ ان انا فاتح الداتابيز اعمل لها editing ها من جوه البرنامج ده، فمش قادر ايه
يعدل عليه، يعدل عليها بانه يضيف ولا يحذف. فاقول له سيف اديتس، تمام، اسطوب اديتنج. وبعدين من هنا اقول له ايه، انا عايز البوليجونز بس طبعا، ها، مش عايز الانوتيشنز او الكلام التكست يعني. اجرب كده واقول له كده سيف، اوكي، ايوه هضافها خلاص كده. حتى يعني لا، انا مش محتاج اللاير دي خالص، ريموف، اسيب بس الانوتيشنز اللي هو الكلام يعني. وبعدين التيبل نفسها بتاعت ادي دي بقى، انا اقدر اغير الوانها واغير زي ما انا عايز فيها، اخليها لونها مثلا اصفر جامد كده، والحدود بتاعتها بالاحمر، ازود سمك الحدود، اعمل فيها اللي انا ايه، خلاص دي بقت جوه الجي اس، اقدر ايه اعمل فيها ما بدالي يعني. كويس. طيب هاجي هنا هقول له بقى ايه، انه انا عايز ايه الانوتيشنز دي، انا عايز اغير لونها، بس اغير لونها ينفع؟ مش عايز اغير لونها. طيب مش مشكلة، هنعمل بقى ايه، هشغل الايديتور تاني، حلو، والستارت اديتنج، انهي بقى اللي هو الفايل جيو داتا بيس، اوكي، واقول له ايه، اوكي، وبعدين كونتين، ماشي. وبعدين اروح على اللي هي دي اللي هي الاصفر في احمر دي، واوري لك التيبل بتاعتها، اقول له ورينا التيبل، وابتدي اعمل ايه هنا. ما ينفعش اعمل ديليت دلوقتي، لازم اعمل ايه، اشغل الايديتنج، اوقف الايديتنج الاول، ستوب ايديتنج، وبعدين اقول له كده ديليت، اسف، انا مش يعني مش محتاج انزلهم، بس انا ايه اسهل ان انا ايه انظف الداتا بيز بتاعتي بدل ما فيها بيانات كتير وبيانات هتربكني وانا مش محتاجها يعني، هي مش بتاعتي خالص يعني، دي بتاعت الاوتوكاد يعني. تمام كده، حلو، وحتى اللاير ده انا مش محتاجها. وبعدين من هنا اقول له ايه، اد فيلد، والفيلد ده هنسميه ايه، اي دي، وان هو ايه هيبقى تكست. وبعدين امسك بقى دي التيبل، حلو، واجي تحت كده، خلينا نصغرها شويه عشان اكبر الحيز بتاع الرسم، واقفل ده. مهم قوي ان انا ايه اكون وانا شغال تبقى مساحه الاريا بتاعت الرسم ايه كبيره. كل الناس بتشتغل فوتوشوب وبرامج من اللي فيها ادوات كتير تستخدم يعني، بيحاولوا ان هم ايه كده كده. وبعدين من الايديتور اقول له ستارت ايديتنج في دي، وابتدي ايه امسك كونتينيو، امسك دي واقول له ايه ان هو دي، خد بالك بقى الكابيتال يفرق، ها، والايه والاندر سكور يفرق، خلاص. ممكن كمان اعمل ايه لللاير دي، خليني كده اقول له اخليه يظهر لي عشان اعرف البوليجون اللي انا خلصته من اللي ما خلصتوش، اخليه يظهر لي الاسامي بتاعتهم. هقفل الاوتوكاد، يمكن جوجل ايرث ممكن يسرع شوية الجهاز. تمام، في الليبل هقول له عايز ليبل لمين، للاي دي بتاعي اللي انا بضيفه، يعمله لي بولد وكبره شوية مثلا كده، شايف، خلاص اللي اتعملت هيكتب لي عليها انها اتعملت، شايف ازاي. وبعدين من هنا اقول له ايه، اوبن اتريبيوت تيبل او الجدول، وريني السيلكتد فقط، واختار دي، واروح كاتب ان هو دول كذا واحده بقى، عشان بص كده اختارهم بقى ازاي.
شوف بقى، اختار دي الاول امسحها، ديليت ديليت، واختار دي الاثنين برضه امسحهم، كان اربعه لا، اعمل كنترول زد هنا وقول كده وغيرهم كلهم، ثم ادي واحد اختار واحد فيهم بس واقول ايه ديليت، كده اختار بي 1 دي بي 5 ودي بي 7 دي 10. شوف بقى اللي انا بعملها يظهر اسمها بالاسود هنا، شايفين؟ يوم انا بقى انا عارف ايه، انا عملت ايه وسبت ايه، شايف كل دول؟ دول ثلاث مرات دول. تمام؟ فانا هعمل كده واحد امسحه، هعمل كده واحد اختار امسحه، وبعدين ده بي 12. بي 13. طيب انا عشان برضو ايه نكسب الوقت، بس انا عملت دول كم مبنى؟ دول مثلا خمس مباني، ولا خلينا نعمل كمان كم واحد عشان ايه نلحق نتكلم فيهم. ده ايوه، شوف بقى انا عندي اتنين دلوقتي، شايف انت؟ عندي ايه مضلعين، واحد مفرغ من واحد. ها فانا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز اعمل سبتراكت او احذف واحد من واحد، كويس؟ ممكن نتكلم عليها دلوقتي، بس انا يعني في مره كامله هنخليها للايديتنج، بلاش خلينا نتكلم دلوقتي. هنقول ده كده ماشي بي 21، ده بي اس 21، بي 13، بي اس 23، دول ايه مجموعه كده، انا ايه انا حطيت لهم ارقام بتاعتهم اهي، شايفين؟ تمام. عايز بقى اشبك معاهم الجدول بتاعهم، احنا الجدول لقينا اكسل متطابق مع دول. تمام. هوريك بقى الاول، نجيب الاكسل من الارك تول بوكس وهقول له ايه اكسل فروم اكسل اول واحده تو تيبل، حلو، وروح على الاكسل اللي هي اتنين، شايف كانت اتنين؟ هاي كانت اتنين اوبن، واضيفها في اي حته، وهي ده هتدخل جوه دلوقتي جوه الديفولت جي داتا، اوكي ماشي، اللي هي دي تاني. كلوز، خلاص خلص كده، هو جاب الايه الجدول. لو رحت انا على الارك كاتالوج هلاقي ايه ان في تيبل، فين التيبل بقى؟ تيبل احنا وديناه فين؟ معلش نرجع تاني، بيلدينج في ال، خلينا طيب نحطها عندنا احنا اللي رحنا بعيد، يعني نسميها اكس 2. خلاص هي دي موجوده بقت في الجيو داتابيز، اي اكس 2 اهي التيبل ده، حلو. انا عايز اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عايز اطلع اشبك البيانات بقى، عندي البيانات الوصفيه هنا اهو اهي الاكس 2 ده، وعندي كمان الايه
اللي هو البيانات المكانية اللي هي الصفرة دي في الايه، في اللي هو سميناه ايه بقى احنا، اللير اسمها ايه، ويندو كونتنتس، تيبل اوف كونتنتس اهي، اللي هي اكسبورت اوتبوت 2، اكسبورت اوتبوت 2، فين اكسبورت اوتبوت 2، هنا جوه دي اهي، جوه الفيتشر داتا سيت. تمام، عايز اشبك بقى انا التيبل دي، التيبل اللي هو اي اكس تي دي اي اكس 2 مع دي، اشبكهم مع بعض. فبعمل ايه بقى، باجي على الـ على الـ الداتا المكانيه، اللير بتاعت الداتا المكانيه، واضغط رايت كليك كده واقول له داتا. في عندي حاجه اسمها جوين اند ريليت، فين بقى اهي، جوين اند ريليت. تمام، هقول له الاول ايه جوين، الاول اقول له جوين، حلو، اقول له انا عايز ادمج ايه الدي مع جدول تاني، بمعلومات ايه بقى، بمعلومات الاي دي اللي انا عملته، ها، ودخلت جواه الايه البيانات اللي بالاسود دي، مع مين بقى التيبل اللي هيشبك معاها، فين التيبل، احنا قلنا سمينا التيبل ايه، هنا صح، اي اكس 2. طيب الكولوم بقى اللي هيطبقه بقى ده مع ده اللي هو البيلدنج اي دي، ماشي، وبعدين اقول له اوكي. لما اقول له بقى اوبن اتريبيوت تيبل واقول له اظهر لي الكل، هلاقي ايه جاب لي، خلينا من الاي دي ده اقول له ايه سوفت اسمبل عشان يجيب لي اللي انا ضفتهم. يعني شايف انت دي الايه، دي الكم مبنى اللي انا ضفت لهم اي دي، تمام، ابتدى يشبكهم منهم ويبقى لهم بيانات، شايفين، ابتدى يبقى لهم ايه، لهم بيانات حسب بقى الاكسل، يعني الاكسل الحاجه الفاضيه هيسيبها فاضيه، او ده شوف بقى حاجه هنا اهو، الاي دي ده ما تطابقش مع الاي دي بتاع البيلدنج اي دي اللي هو الاوبجكت اي دي، ايوه هنا ده ملوش، خلينا نجيب المعلومات، ده البي 30 دي احنا ما لقاش هنا حاجه اسمها بي 30 في الجدول اللي هو اللي احنا جايبناه. فانا دلوقتي بقى عندي بيانات، خلينا نقول مثلا من هنا سورت سندنج، ادي الايه، ادي البيانات اللي جابها لي اللي هم دول العناصر دي، دول في فين بقى في الخريطه اهو، اللي هم متحددين بالازرق دول، شايفهم، بقى لهم بيانات. لو انا كملت الموضوع كله، دخلت الاي دي بتاع كل المباني والاي دي ده شبكته طلع متطابق مع الاكسل، هيديني تيبل مشبوك فيها المعلومات المكانيه اللي هو الحاجات المرسومه البوليجونز يعني، مع المعلومات الوسطيه اللي انا ايه، اللي انا جبتها من الايه، من الموقع، نزلت عملت الزياره وايه وثقتها، ان كانت المعلومات دي بقى، يعني لو واحد مثلا بيتكلم في عدادات كهرباء فهياخد رقم العداد، هياخد رقم الحساب، البيانات الايه اللي موجوده، ومكان العداد هيحطه بالاي جي بي اس كانه نقطه يعني. لو واحد بيتكلم على مثلا يعني المباني اللي معانا، بنتكلم احنا على ايه، على ارتفاع المباني، حاله المباني، استخدام الدور الارضي، استخدام الدور الاول، نوع الانشاء، النمط المعماري بتاع المبنى، اشياء كثيره قوي يعني، كل مجال بيبقى له ايه، له التطبيقات بتاعته يعني. لكنه انا كده اهو، دي اول خطوه انا عملتها عشان اعمل ايه، عشان اجيب بيانات وصفيه وبيانات مكانيه وادمجهم مع بعض في ايه، في وعاء واحد. الوعاء ده اللي هو بايدينا دلوقتي اسمه ايه، بنسميه ايه، فيتشر كلاس، فيتشر كلاس، كل واحده من دول، ها، كل واحده من دول
بوليجون او اليمنت. تمام، التيبل ده كله بنسميه ايه؟ فيتشر كلاس. فيتشر كلاسز اللي عندنا في اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي اللي هي الايه المطلعات. في فيتشر كلاس اللي هو الايه الخطوط، برضو الخطوط دي لو ممكن اعمل شبكه، في حاجه اسمها نيورال نتوركس، ان شبكه بكونكشنز واتجاهات الحركه فيها، يعني بنقدر نعمل بيها شبكات الميه، شبكه الصرف الصحي، نحط الميول بتاعت شبكه الصرف الصحي، نحط الديامترز بتاعت البايبس، بنحط البريشر لو انا عندي شبكه ميه مثلا ولا بتاع، بحط اماكن المحابس، التقاطعات، شبكه كامله اقدر امثلها من خلال ايه؟ خطوط ونقاط. ده 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 ايه طريقه ثانيه للتعبير. احنا دلوقتي بنتكلم بتاع التعبير باستخدام الايه المضلعات يعني، انما في ايه زي ما قلنا كده، في الخطوط وفي الايه وفي وفي النقاط وفي وفي المضلعات. دي الانواع المختلفه من الايه من الفيتشر كلاسز يعني. اعتقد كده احنا هنتوقف المره دي عند الجزئيه ديت، واديك فرصه، احنا هنجتمع تاني يوم الاثنين القادم باذن الله. انا هبعت تاني معلش الفايل الاكسل التاني كويس، لكن مبدئيا احنا ممكن نبتدي نجهز الاوتوكاد ونحوله بتاع الجزء المنطقه الثانيه اللي هي الاي اكس 2 والاكسرسايز 2، وانا هبعت لك الاكسل بتاع المنطقه 1. اتمنى ان المره اللي جايه تكون معانا البرنامج شغال ومعانا المنطقتين موجودين، لان احنا هنتكلم بقى ازاي نعمل لهم ميرج، وازاي نعمل لهم مانيبيوليشن، وازاي نعمل اديتنج عليهم، وازاي نقسم مثلا اثنين في تشكلز نطرح واحده من واحده ازاي، يعني في شويه ايه بعض الادوات اللي احنا محتاجين نعرف عنها ان احنا نتعامل مع الخريطه والبيانات بتاعتها جوه الجيس. انا مش محتاج كل ما عاوز اعمل حاجه اروح الاوتوكاد، او محتاج كل ما اغير معلومه اروح للاكسل. فخلاص احنا الاكسل والاوتوكاد ده للماس برودكشن الاولي اللي انا ببني بيه الموضوع من الاول يعني، لكنه اللي هو البرنامج نفسه او المنظومه بتاعت الجي اس نفسها فيها الادوات اللي انت تقدر ايه تبني بيها من سكراتش، وده اللي احنا هنتعلم عليه المره الجايه، ازاي نعمل عناصر وازاي نعمل لها اديتنج ونتعامل معاها واحنا جوه البرنامج. هتوقف عند كده، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم باذن الله. وانا همسيرش دلوقتي الليله ان شاء الله، ابعت لك المهندس عمر بعد اذنك مشكورا يعني، انا ابعت لك الملف معلش متقل عليك يعني. جزاكم الله كل خير يا دكتور، انا هبعتهم ان شاء الله الناس اللي هتسجل الحضور، هبعت لهم على الايميل الملفات اللي حضرتك هتبعتها ان شاء الله. باذن الله. الف شكر. الف شكر. الله يسلمك. الله يكرمك.